من أباح الغناء استدلوا بما جاء في الصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيت عائشة وإذا بجاريتين تدففان أي تضربان بالدف بالدف مو بالطبل مو بالموسيقى تضربان بالدف تدففان وهما جاريتان. قالت عائشة وليستا بمغنيتين وقد أعطاهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظهره وتغطى بثوبه. فلما دخل أبو بكر قال مرتين أمزمار الشيطان في بيت رسول الله أمزمار الشيطان في بيت رسول الله وهو دف. فماذا قال صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام. أين الدليل؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله عائشة رضي الله عنها لما كبرت لما كانت هذه الواقعة كانت صغيرة فلما كبرت كانت تحرم الغناء بجميع أنواعه وكان تلميذها القاسم ابن محمد يشدد أشد النكير على الغناء. ثالثا قالت رضي الله عنها ليستا بمغنيتين يعني ليس هذا الأمر متفشيا ومنتشرا في ذلك العصر وإنما هذا أمر قد طرأ